غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. വെള്ളം ഇവിടെ വെക്കണ്ട വെച്ചോ, അത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന്. ഞാൻ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരം തരും, ആ സമയത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ വെക്കണ്ട. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറക്കൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنجدنا ومرشدنا وهادينا جدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين أهل بيته أزواجه وعترته وأنصاره وأتباعه رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم صل إلى حضرة شيخنا وقطبنا مربينا ولينا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره وإلى حضرة شيخنا وقطبنا مربينا ولينا ومرشدنا الشيخ مالك دينار القرشي وعوانه وأنصاره وإلى حضرة شيخنا قطبنا مربينا الشيخ سيد المدن الأولالي وعوانه وأنصاره رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. صم منهم إلى حضرة شيخنا قطبنا مربينا ولينا الشيخ خاجة معين الدين الجستي الأجمير السنجري وأنصاره وأتباعه وأزواجه وذرياته وإلى حضرة إبراهيم الباطش الأروادي وإلى حضرة أبو طاهر الأروادي وأنصاره وجنده خصوصا إلى حضرة شيخنا قطبنا الشيخ داوود الحكيم المدفدي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا قطبنا مربينا الشيخ ميراه الناهور القادري قدس الله سره وأعوانه وأنصاره وأولاده وأزواجه رضوان الله تعالى عنهم خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وقطبنا مربينا جدي السيد حسن السقاف قدس الله سره وإلى حضرة صوفي الشهيد الأرمادي وإلى حضرة عبد الله السقاف الكندنجيري وإلى حضرة يحيى اللهدل اللادوري وإلى حضرة السي علي اللهدل اللادوري قدس الله سره صم منهم إلى حضرة حسين المشيخي قدس الله سره خصوصا منهم إلى حضرة منوات بيبي بيت ويل قدس الله سره وإلى حضرات جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى حضرات المدفونين في بلدتنا القريبة المولوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات جميع المحدثين والمصنفين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات زدهم فضلا على فضلهم لديك اللهم أفض علينا من فيولاتهم اللهم سلك بنا مسانيك كراماتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم واحمينا بحماياتهم اللهم احمينا بحماياتهم
اللهم احمينا بحماياتهم يا خير الحافظين. اللهم بحقهم وبجاههم وبمددهم وبكسبهم وبكراماتهم وبحق هذا المجلس العظيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم وفقنا للتعلم والتعليم والتدريس والمطالعة والنصيحة والكتابة والوعظ لوجهك الكريم ولأهل السنة والجميع وأهل السنة والجماعة. يا الله يا الله مع العافية والصحة والتقوى يا شافي يا كافي يا خير الناصرين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا وقل هوائجنا واشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراض من حضر في هذا المجلس. يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي الأسقام لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين.